مرحبا جميعا، كيف حالكم؟ جاسر مصطفى وفيديو جديد جي توكس ونومور. الاسبوع الماضي ما قدرت انزل اي فيديو، ابصر متى انزل فيديو. المهم الاسبوع الماضي انا ما قدرت انزل اي فيديو لانه انشغلت بشكل كثير 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 كبير، بس اليوم ان شاء الله انا عم بصور فيديو جديد من السيارة. خلينا نبلش. فيديو اليوم برضو قررت اخذ شوية اسئلة من اسئلة المتابعين لحتى اني اجاوبهم. خلينا نشوف اول سؤال. السؤال الاول اجا على الفيديو تبع كم الراتب الشهري في دولة قطر. بيحكي لي يعطيك العافية يا اخوي، اشكرك على النصائح. عندي سؤال، ايش افضل رواتب بقطر؟ مهندس معماري او مدني او هندسة امن وشبكات؟ اتمنى تفيدني ويعطيك الف عافية. اول شيء شكرا كثير 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 يا اكرم على السؤال والله يعافيك. موضوع الرواتب في دولة قطر هو ما له رين محدد، يعني ما بقدر اقول لك اقل شيء خذ هالقد واكثر شيء خذ هالقد، لا هي الموضوع يعني ما بدي اقول لك السكيلز ولا بدي اقول لك شو بتعرف تعمل، بدي اقول لك شخصيتك هي اهم عامل في تحديد الراتب اللي انت بدك تشتغله. طبعا جنب موضوع السكيلز وانت شو بتعرف تعمل وقديش شاطر وكم سنوات الخبره اللي انت عندك اياهم، بس مثلا اذا فريش جراجويت وجاي ممكن يبلشوا يعرضوا عليه 5-6000 ريال، وهذا يعتبر راتب قليل في دولة قطر. هلا اذا جيت من 0 لـ3 سنين ونعرض عليك بين 8 و12 هذا الراتب كثير مني، يعني بتقدر تاخده وتيجي وتبلش. انا بحب انه او بحب احكي دائما انه فوق 10,000 is great، تحت 10,000 لهذه سنوات الخبرة انا بحسه كثير قليل. يمكن في ناس كثير تعرضني تقول لي هاي الارقام اللي انت بتحكي فيها مش موجودة في دولة قطر وانت بتحلم. لا حبيبي موجودة، بس انت شو بتعرف تعمل، شو عندك سكيلز، وين عم بتقدم، وكيف عم بتقدم حالك. فبالتوفيق وان شاء الله تلاقي الشغل اللي انت بدك اياه. في سؤال من شاب اسمه راشد او تشانل اسمها راشد عم بحكي، اخي هل بطلبوا اللغة الانجليزية لمهنة لحم انابيب مليح ولا تكون شوي شوي؟ اي مهنه في دوله قطر الانجليزي مطلوب فيها شوي شوي، يعني اذا حد بيقول لك تعرف انجليزي فهي مطلوب فيها انك تكون تقدر تحكي توصل المعلومه اللي عندك وتقدر تفهم على حدا اللي عم بعطيك معلومه او بحكي معك، لكن الاتقان بيصير مطلوب في مهن معينه او للتحسين او تاخذ كريدت اعلى، يعني مش انك انت لازم تكون سفاح انجليش. الانجليش مطلوب انك انت تقدر تفهم وتتفاهم بغض النظر كيف تحكي وكيف الاكسنت وكيف تركب جرامر والى اخره، هذا كل الحكي ما حدا راح يطلع عليك فيه. لكن في مهنه الحام تحديدا يا دوب يعني بس تقدر توصل المعلومه، ويوجوالي في كثير من الناس اللي بيشتغلوا معك اصلا بيكونوا يعرفوا عربي حتى منهم الهنود الجنسيات الثانيه، فيمكن تشتغل في مكان ما تضطرش تحكي انجليزي. ف بالتوفيق. عبد الهلالي، حبيبي جاسر والله احسن يوتيوبر شفته والله على راسي، بس اذا ممكن موجود وظائف بدون شهادات مثل في المطارات او في الشرطة او في امن الملاعب وشكرا. دولة قطر زيها زي اي دولة ثانية، في وظائف تتطلب شهادات واعتمادات دولية وسيرتيفيكتس اضافية على الادوكيشن، لكن في كثير وظائف ولا بسألك عن الشهادة. السائق، الامن، مطاعم، سوبر ماركت، هنا النجاره، الحداده، يعني في كثير وظائف انت مش مطلوب منك يكون معك شهاده. فاحكي انت اي مجال انت بتعرف تشتغل عشان اقدر اني انا افيدك اكثر بايش هي الوظائف اللي حتكون انت ممكن انك تقدر تقدم لها بدون وجود شهاده. ونروح للسؤال يلي بعده، هذا من شخص اسمه فاروق. ما زال ما عندي عقد عمل، بس انا سمعت انه لازم الواحد يشتغل 6 أشهر وبعدين يستطيع انه يجيب الزوجه والاولاد. انا سؤالي اذا انا احصل على عقد عمل والزوجه ايضا تجد عقد عمل، كيف نعمل مع الاولاد؟ لا نستطيع نخليهم حتى بعد 6 أشهر. السؤال الثاني، هل رخص السياقه الالمانيه يمكن تغييرها مباشره ولا لازم امتحان؟ هل هذا السؤال صراحه كثير حلو كثير لطيف. اول شيء لو انت ومرتك اجاكم عقد عمل لا تيجوا مع بعض، دائما تعال انت جرب اول 6 شهور، اصلا ما حتكون عارف وين الله حاطك ولا فاهم البلد ولا من وين تشتري ولا وين تسكن ولا حتكون فاهم شيء. 6 شهور يا دوب
تكون قدرت انك انت تعرف تفاصيل المكان وانك انت حتظل فيه اصلا ولا مش مناسب بالنسبة لك. فتعال انت اول شيء جرب مدة 6 شهور تمشي هيك يعني ما حتلحق ترمش فيها. بعدين خلي زوجتك واولادك يجوا لانه راح يطلبوا كشف راتب يمكن لستة اشهر وبطلبوا عقد عمل مصدق وبطلبوا اجار بيت موثق عقد اجار بيت موثق يعني بطلبوا كثير شغلات. فلا تستعجل. موضوع رخصة القيادة الألمانية بصراحة في دول بتبدل تستبدل الرخصة بس مش عارف اذا لسه هذا الاوبشن موجود. وفي دول رخصتها يتم امتحانك بشكل مباشر من غير ما تاخذ مدرسة او تتعلم السواقة في دولة قطر. وفي دول لا لازم تروح تاخذ مدرسة السواقة ابصر كم حصة حسب الدولة وبعدين تقدم الامتحان. احنا الاردن من الدول اللي بنقدم رخصتنا وبنروح نقدم امتحان بشكل مباشر. هلا الرخصة الألمانية صراحة ما عندي علم بس راح احاول اني انا اتاكد من هذا الموضوع. روح عند ABTECH. السلام عليكم اخوي جاسر، عندي سؤال، تنصحني بالدراسة بدولة خليجية او في السويد او بريطانيا وهل في فرص عمل للمجال الاعلام؟ اذكر انك في احد الفيديوهات تكلمت عن العرب اللي مقيمين في اوروبا اذا بدهم يجوا قطر بعد استلام الشهادة او شيء مشابه لذلك. مين الدولة الاحسن لانك تدرس فيها؟ بدك تحدد مين الجامعة وبدك تحدد مين التخصص عشان نقدر نجاوب. بس بشكل عام انا بتخيل الدراسة في المانيا والسويد يمكن تكون احسن من دول الخليج. هلا مثلا في دولة قطر في جامعات اصلا جامعات اجنبية وجامعات من دول اوروبية، مش هقدر احكي لك انه هدول احسن ولا هدول. جامعة قطر بتخيل انه الرانك تبعها من اول 300 جامعة على العالم، فالرانك تبعها يعتبر المفروض انه منيح. الجامعات الثانية بدك تحدد شو التخصص اللي بدك تدرس فيه وهل هو يعني مناسب لك ولا لا.